هاتفيا انضم الينا دكتور اسماعيل تركي، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتور اسماعيل، بعد التحيه، تعليقك على تطورات الاوضاع وما آلت اليه من تصعيد في منطقه الشرق الاوسط، وتوقعاتك لمآل هذا السيناريو في المنطقه. صباح الخير استاذ احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النيل الاخبار. يعني انا بعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه بعد تعرضها لهجوم في قاعدة البرج بشمال الأردن وقتل جنود أمريكان وإصابة عشرات، أصبحت في موقف حرج وكان يجب أن ترد، لأنه باختصار أن التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تقتضي بعدم قتل الجنود أو الاعتداء على الجنود الأمريكان تعدت إيران الخط الأحمر، وبالتالي كان هناك لابد من رد لحفظ ماء الوجه في الولايات المتحدة الأمريكية وتسويق هذا الأمر أمام الناخبين الأمريكان. إضافة إلى ذلك، هناك هذا التصعيد الكامل الذي قد يجر المنطقة إلى يعني سيناريو انفجار كامل وحرب شاملة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لا ترغب في هذا الأمر ولا تريد، وكمان إيران لا ترغب في المواجهة المباشرة، وبالتالي يتم الرد على الأراضي العربية، انتهاك سيادة اليمن، انتهاك سيادة العراق، انتهاك سيادة سوريا. دائما ما تكون الأرض العربية هي يعني أرض المعركة ما بين الإيراني والأمريكي. نعم، هناك يعني مهمة لاحقة سيقوم بها الاتحاد الأوروبي، سيطلقها في منطقة البحر الأحمر، وصفها جوزيف بوريل بأنها ستكون دفاعية فقط. يعني ما الذي تتوقعه من تدخل الاتحاد الأوروبي بمثل هذه المهمة؟ يعني أنا بعتقد أن الكل يرغب في تهدئة الأمور، خاصة وأن زعزعة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وهذه الضربات المتبادلة ما بين جماعة الحوثي والقوات الأمريكية البريطانية تؤثر على العالم كله. يعني خليني أقول لك أنه التأثير قد يكون جانبي بالنسبة لإسرائيل، وهو العنوان الكبير الذي ترفعه جماعة الحوثي لكسب شعبية كبيرة في إطار يعني ربط هذه الهجمات على التجارة الدولية بما تقوم به إسرائيل من مجازر في قطاع غزة. ولكن أوروبا هي الأكثر تضررا، مصر بسبب قناة السويس الأكثر تضررا، الولايات المتحدة أعتقد لا تأبه بذلك، ولكن هي تريد أن تصل رسائل إلى المنطقة بأنها متواجدة، بأنها قادرة على يعني ضمان أمن الملاحة في المضائق، تريد أن تعقد المسائل أكثر بهذه الضربات الأمريكية على الدول العربية في دول ذات سيادة بدون يعني غطاء دولي. هذه الضربات الأمريكية يعني أعتقد أنها انتهاك كبير للسيادة العربية. كمان يعني أن تأتي الدول الأوروبية وتحاول أن تساعد في تهدئة الأوضاع وأن تكون لها موقف، يعني شيء محمود وشيء طيب، ولكن في النهاية تظل الولايات المتحدة الأمريكية متحكمة بالقرار في هذه المنطقة بشكل كبير، وهو ما يعقد المسائل حتى على دولة مثل الصين. يعني منذ فترة تابعنا أن الولايات المتحدة وجهت رسالة للصين للتدخل للضغط على جماعة الحوثي أو الوصول لتفاهمات، ولكن بالنظر إلى أن العلاقة ما بين إيران وأزرعها في المنطقة يعني قد تكون ليست في أحسن الأحوال بعد يعني تخلص إيران من هذه العلاقة بشكل كبير بعقب يعني سقوط قتلى أمريكان في قاعدة البرج 22. نعم. أعتقد أن هذه الأزرع وهذه الأطراف ستحاول الاعتماد على نفسها ويعني عمل وإقامة شرعية داخلية لها في هذه الدول، وستتصرف بشكل بعيدا عن التنسيق الإيراني لحد ما، الأمر الذي سيعقد المسائل بشكل كبير، وهو ما يعني ما حذرت منه مصر منذ البداية. صحيح. أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يفجر المنطقة وقد تتدخل أطراف أخرى لاستغلال الموقف بشكل أو بآخر، وده اللي الولايات المتحدة أعلنت أنها لا ترغب في توسيع رقعة الصراع، ولكنها تستمر بسياساتها الخارجية ويعني ضرباتها الانتقامية في عدد من الدول العربية في هذا السيناريو بتوسيع رقعة الصراع، الأمر اللي يؤثر
بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة بالكامل يعني. نعم، أشكرك الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.